وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، بعد اغتيال مسلحين للشاب مهدي العيساوي في منطقة الجمعيات بالبصرة، كيف ترون تعامل الأمن مع التظاهرات؟ مرحبا بك. قبل أيام كنا نتحدث عن انتشار هذه الظاهرة في محافظة البصرة، والآن انتقلت هذه من ظاهرة إلى ممارسة أو عمليات ممنهجة ضد المدنيين، وسيأتي هذا السياق في ضمن إطار التعامل العنفي للحكومة والميليشيات والأجهزة الأمنية في المحافظة وحتى في بغداد. وقد تعتبر هذه الميليشيات والأجهزة الأمنية أنها في مرحلة انتقالية بانتهاء حكم من الحكومة وبداية حكم جديد، وهذا ما قد يمنعها من المساءلة القانونية. ونؤكد على ذلك أن هذه الجرائم لا تسقط في التصادم ولا تسقط في أي حال من الأحوال، وهنا المجتمع الدولي يرى هذه الأفعال ويغض النظر عن هذه الجرائم التي ترتكب هنا وهناك دون تنبيه لهذه الحكومات المتخاصمة في الإجرام. وهذه العمليات التي تنتهجها الحكومة منذ عام 2003 وإلى اليوم هي عمليات تصفية جسدية وقتل خارج القانون، مجرمة دوليا ومجرمة حتى في القانون الذي هم يحتكمون إليه. وهذه الجرائم يجب أن تكون هناك راجع لها ومن قبل القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الذي يأتي في إطار حماية المدنيين ومن قمع الحكومات والميليشيات. وإذا ما استمر هذا الحال إلى في مدينة البصرة والمدن المجاورة وكذلك في المحافظات البقية، فإن الأمر يزداد سوءا وتنتقل هذه إلى جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين سواء كان في محافظة البصرة أو في بغداد. وضع الحل الأمني تطور بشكل مخيف بعد انتشار القتل خارج إطار القانون. من المعني بحماية الناشطين في وقت تستخدم فيه القوات الأمنية نفسها العنف مع المواطنين والمتظاهرين السلميين برأيكم؟ نعم، هي هذه يعني حالة من عدم الاستقرار، وهذه يعني في نفس الوقت أنه الحاكم هو الجلاد والجلاد هو الحاكم، فإذا شريعة الغاب هي من تحكم في هذه البلاد. والمعنى في هذه القضيه دون تفصيلا لنقل درجه الاساس من السلم الذي اخذ على عاتقه حمايه المدنيين في ظل الانتعاش المسلحه الداخليه وفي ظل انتهاك الدوله او الحكومه لهذه القوانين وحمايه المدنيين. وعندما تعلن هذه الحكومات في توفير الحمايه فانه على المجتمع الدولي ان يقدم هذه الحمايه فورا وبدون اي شروط وبدون اي موافقات مسبقه من قبل هذه الحكومه. ونرى في هذه الحاله وخاصه الحاله العراقيه منذ 2003 والى اليوم نكرر هذه الفكره على ان هذا المجتمع الدولي بات عاجزا بسبب ضغط السياسه الامريكيه وضغط السياسه الدول المجاوره لبقاء العراق في دوامه العنف وبقاء العراق في دوامه الصراع حتى لا ينهض من جديد، وبالتالي تستخدم القوات الأمنية والميليشيات أدروعها وتنفيذ مخططات خارجية سواء كان من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إفراز العراق من هذه الكفاءات وتهميش المدنيين من الفضح في هذه المسائل الحكومية التي تتعلق بالفساد وغيرها التي باتت في القمة الأبرز في العراق بعد عام 2003. ناشطون ومتظاهرون يهددون بتظاهرات قوية ردا على الملاحقات الأمنية، كيف ترون التعامل الأمني مع التظاهرات في البصرة بشكل عام؟ نعم، تعاملت القوات الحكومية منذ بداية التظاهرات وإلى اليوم بشكل العنف، وإذا ما استمرت هذه المظاهرات وإذا ما قام المحتجون بنفسها المثيرة فإن الأعمال الجرائمية التي تقوم بها القوات الحكوميه والميليشيات ستزداد اكثر واكثر حتى تطال يعني ابسط المتظاهرين وغير الناشطين حتى تقوم بسكات هذه التظاهرات بحجه انهم قد خرجوا عن القانون وانهم قد سببوا انفلات الامن في هذه المحافظه. على المتظاهرين الان ان يجسدوا حاله من نوع من الثبات وحاله من الاستقرار
في التعامل مع العنف الحكومي، وبذلك باستخدام عكال إيران توصف أنهم في حالة سلمية وأن الحكومة هي من تقوم بالتعدي عليهم، حتى يثبتوا للناس أجمع والمجتمع الدولي أن هذه المظاهرات هي خرجت حتى تطلب أرخص الحقوق، من ذلك هي حرية التعبير التي كفلتها القوانين الدولية والقوانين الداخلية، ولكن للأسف الحكومة والمجتمع الدولي يستعملون البطش والقوة المفرطة في التعامل مع هذه التظاهرات. صحيفة التايمز البريطانية تقول إن الاشمئزاز الشعبي من سياسات الحكومة فجر الاحتجاجات الشعبية. أنتم هل تعتقدون أن الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها لديها حلول في ظل تصريحات عادل عبد المهدي التي تجاهل فيها محافظة البصرة بشكل تام؟ أستاذ عمر هل تسمعني؟ نعم. نعم، صحيفة تايمز البريطانية تقول إن الإشمئزاز الشعبي من سياسات الحكومة هو ما فجر التظاهرات الشعبية في المحافظة وفي المحافظات الجنوبية. أنتم هل تعتقدون أن لدى الحكومة المرتقب تشكيلها على يد عادل عبد المهدي أنها تمتلك أي حلول في ظل تصريحات عبد المهدي الأخيرة التي تغاضى فيها عن الإشارة إلى محافظة البصرة؟ لا تختلف السياسات سواء كان عبد المهدي او ايا كان الاخر من مرشحي الوزاره في التعامل مع الملف المدنيين بشكل حضاري وشكل سلمي، ومع كافه القضايا التي يعني خلفت هذا الدمار الهائل في العراق، لا يمكن لعادل عبد المهدي ولا غيره في التعامل بجديه وحضاريه ووفق المعايير الدوليه والقوانين التي تحترم هذه الحقوق، لان السياسات واضحه، ولان السياسه التي يتبعها عادل عبد المهدي هي نفسها التي تبعها المالكي والعبادي وغيرهم من رؤساء الحكم في العراق. فاذا السياسه في العراق ليست مخيره وليست بفعل فاعل، وانما هي سياسه مسيره، وانها سياسه مفروضه على هؤلاء القاده الذين اصبحوا تبعا للاجندات الخارجيه، وهم يمثلون دوله او ما بطريقه او اخرى من خلال التعامل الحكومي القاسي مع المجتمع العراقي برمته. نعم، من بغداد عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عضو المركز السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.